تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أقامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المنتدى السنوي السادس للمؤسسة تحت شعار مبادرات إنسانية. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد خالص شكره وتقديره إلى جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على الدعم المستمر من لدن جلالته للمؤسسة واهتمامه بالعمل الإنساني، مما كان له الأثر الكبير في تقديم المؤسسة للبرامج والمبادرات النوعية وتحقيق العديد من الإنجازات التي تصب في مصلحة أفراد المجتمع والفئات المحتاجة بصورة خاصة. أكد سموه أن مملكة البحرين رائدة في العمل الخيري والإنساني بما قامت به من مبادرات مثمرة طيلة تاريخها، حيث تقوم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالقيام بالأدوار الإنسانية المناطة بها بصورة مهنية واحترافية وابتكار للمشروعات المقدمة. لذا جاءت فكرة مسابقة مبادرات إنسانية لإشراك جميع فئات المجتمع وبخاصة الفئات الشبابية لتقديم الأفكار الإنسانية الملهمة في العمل الخيري لفتح أبواب جديدة إبداعية في العمل الإنساني بما يتناسب مع رؤية جلالة الملك المعظم ورؤية المؤسسة الاستراتيجية. من جانبه تقدم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم واهتمام جلالته الدؤوب بالعمل الإنساني وتطوير العمل في المؤسسة، مثمنا دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومشيدا بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لمسيرة الخير والعطاء في المؤسسة ورعايته لمنتدى ومسابقة مبادرات إنسانية. بيّن السيد بأن منتدى المؤسسة جاء هذا العام بصورة مغايرة عن الأعوام السابقة بمنهجية مهنية جديدة من خلال تنظيم مسابقة مبادرات إنسانية، والتي جاءت امتدادا للدعوة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد لمبادرة فينا خير. ودعا السيد جميع الشركات والمؤسسات وضمن إطار المسؤولية والشراكة الاجتماعية بالمساهمة في تبني المبادرات المتميزة الفائزة والتي سيكون لها المردود الإيجابي المؤثر في المجتمع البحريني. أنا كنت أتابع البرامج والمسابقات سواء في مرحلة التحكيم والتحضير أو العرض النهائي اليوم، وأعجب جدا بمستوى مبادرات أبنائنا، مبادرات إنسانية رائعة، ولو تنفذت سترفع مستوى البحرين إلى الأعلى، وهي في المقدمة طبعا البحرين. واحنا من واجبنا بدعم سمو الشيخ ناصر أن نساعد الشباب على تنمية هذه المبادرات، وسعيد جدا بمشاركتي، سعيد جدا أن المؤسسة قامت بهالعمل ومرتاح من النتائج. أشكر المحكمين، أشكر رجال الأعمال، أشكر كل من ساندنا في هالبرنامج، وأشكر اللي راح يوقفون معانا في تنفيذ هذه البرامج. أنا اليوم لي الشرف أني أكون من ضمن لجنة التحكيم في مبادرة من هاي النوع. أنا بالنسبة هالمبادرة الأولى من نوعها، وهي اليوم طرشت مسج حق مجتمع البحريني ان احنا مجتمع نقدر نعطي ومجتمع راقي في فكرتنا وفكرة التطوع. اليوم شفت مبادرات مختلفة من أعمار مختلفة كلها تصب لتوجه واحد، واللي هي شلون نقدر احنا نكون مجتمع متكاتف، مجتمع متطوع، مجتمع نرتقي بأعمالنا الإنسانية. لطالما نعرف أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تكون الداعم الأساسي والداعم الأولي لجميع المبادرات اللي قاعدة تستوي في البحرين. يقولون اليد التي تعطي الورد يتعلق فيها عبيرها دائما، فالعطاء كلمة جميلة، العطاء كلمة مغايرة، العطاء كلمة نتائجها كثيرة. احنا فكرنا طبعا من الجانب الانساني ان احنا شلون نقدر نخدم ذوي العزيمة في مملكة البحرين. طبعا ذوي العزيمة ما شاء الله عليهم، عندهم مواهب وعندهم ابداعات وعندهم تحديات، فاحنا بغينا من خلال هذه المنصة ان احنا نبرز هذه الابداعات، نسهل عليهم طرق التوظيف، نخليهم يعني ينطلقون في المجتمع اكثر واكثر.